بأيام الصوم المبارك. رح ينضم لنا نقيب الصيادلي جوسلوم. حضرت النقيب، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير ست طوال، صباح الخير للنائبة الصديقة ريما ساسين ولمشاهدي ومستمعي صوت لبنان. أنا بدي أعزي صيادلة لبنان وبدي أعزي كل اللبنانية وبخاصة أهالي المتن بوفاة الصيدلة ليلى رزق بجريمة مروعة. أقل ما فينا نقول أنه إجرام ما بعده إجرام. نحن عرفتوا السبب؟ لحديت هلأ في معلومات متضاربة، ولكن اللي فينا نقوله أنه هذه الجريمة استثنائية من ناحية التوقيت وطريقة الجريمة اللي ارتكبت بحقها. بدي طالب الأجهزة الأمنية أولاً حماية الصيدليات وكل الجسم الطبي، بدي طالبهم بضبط الحدود اللبنانية، بدي طالبهم بمراقبة تحركات العاملين والأشخاص اللي هن منهم لبنانية، مراقبتهم في أماكن تواجدهم وأماكن تحركهم. كفى اللبنانيين أكانوا أطباء أو صيادلة أو ممرضين أو غيرهم أن يدفعوا ثمن التفلت الأمني. معالي وزير الداخلية مشكوراً عم بيقوم بكل جهده وعم بيتصل فينا على مر الساعات، ونحن نتأمل أنه نوصل لنهاية الخيط، ولكن المأساة كبيرة والفاجعة كبيرة، وهيدا كل صيدلي وكل مواطن عم بيستشعره اليوم. نعم، يعني الصيدليات طبعا مسكرة اليوم حزنا طبعا على ليلى، على اللي صار من جريمة وحشية بحقها، وعلى أمل أنه ياخد عقابه اللي اقترف هيك جريمة. كمان يعني عندكم رح تشاركوا أنتو، ومشاركتكم طبعا مهمة للصيادلة اليوم بالوقفة الاحتجاجية لنقابات المهن الحرة. عشو معترضين يعني تحديدا جوسلوم؟ ست نوال، قدام الفاجعة اللي صارت فيها اللي هزت ضمير المجتمع الصيدلاني بأكمله، أكيد موضوع الكابيتال كنترول اللي تفضلت وحكيت فيه حضرة النائبة ريما ساسين والصديق دكتور شرف أبو شرف نائب الأطباء موضوع كتير مهم، ولكن نحن أمام هذه الفاجعة رح يكون نحن تحركنا اليوم هو يقتصر على موضوع الفاجعة. أكيد نحن من المشاركين الأساسيين بهذا الموضوع، وأنا بأكد على كل كلمة قلت له النائبة وكمان الدكتور شرف بوشرف، نحن بهمنا حماية أموال المودعين وجنى عمرهم، وأي قانون يقر يجب أولا أن ينصف أموال المودعين، لأنه ما لهم لا ناقة ولا جمل باللي حصل. نحن اليوم منا ضد الكابيتال كنترول بل على العكس، ولكن نحن بدنا اياه ياتي بصيغه تؤمن حقوق المودعين ولا تضع تبعات الموضوع على المودعين، انما على الاشخاص والمؤسسات اللي تسببت بهذا الموضوع. واهم من الكابيتال كنترول خطه التعافي، خطه التعافي ممنوع ان نتحمل المسؤوليه أي مسؤولية على المودعين، ونحن سنلجأ إلى خطوات تصعيدية تبدأ من الإضراب الشامل إلى التحركات والتظاهرات اللي بتغير مجرى الأمور. ولكن أنا اليوم احتراماً لروح زميلتنا الشهيدة والنفسية التي عم بيعيش عم بيحس فيها الصيادلة اللي عم بيتعرضوا كل هالفترة لشتى أنواع التهديدات وشتى أنواع العنف، وكان آخرها مبارح، ما بدك استفيد بهذا الموضوع. نعم، شكرا. لأنه أدلوا بدلون ونحن من أيد كل كلمة إلوة. شكرا لك نقيب الصيادلي جوسلوم.